دعائكم إلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تمضي النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تنيني من قربك وأن توضعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنذل بك عند الشدائد هاجته وعظم فيما عندك رهبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي.
اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء قلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومقالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يهجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تذين علوي فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا هجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك مي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضمير من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك
هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلك النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوهينك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرن بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تقول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهل هذا جيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث مستغيثين يا غياث المستغيثين
يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وضاقت عمى عذابها بمعصيتك وحبس بين أفواقها بجرمه وجريرتك وهو يضج إليك جديج مؤمن لرحمتك ويناديك من لسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه ذفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقاه؟ أم كيف تذجره ذبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها حيهات ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما هكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وهكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تحملي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي ربي يا ربي يا رب.
سيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأرادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. قو على خدمتك جواره، واشدد على العزيمة جوانه، وحمل الجند في خشيتك، والدوام في اتصال بخدمتك، حتى أصرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع عليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة المؤمنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأريد، ومن كادني فكيد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك مطيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر ضلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور
المستوهشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميادين من آل وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله. سورة المباركة الفاتحة.